وبالعودة الآن للحديث أكثر وبالتفصيل حول تحركات الأسواق العالمية، انضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب. أهلا بك معنا أحمد. يعني عم نتابع بالنسبة للتحركات وآخر البيانات الصادرة من الاقتصاد الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق ببيانات الإنفاق وأيضا الإنفاق الاستهلاكي. برأيك هذه البيانات كان ردة فعل الأسواق عليها واضح بشكل كبير في جلسة يوم الجمعة، لكن اليوم عم نشهد أيضا بالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وأيضا التحركات وول ستريت اليوم أيضا على ارتفاعات، لربما ردة فعل استوعبها المستثمر اليوم من بعد التراجعات التي حدثت في الجلسات السابقة. نعم، صباح الخير سالي. بكل تأكيد مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي هو المؤشر المفضل بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، لم يأتي بأرقام مفضلة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة. ارتفاعات نحو من المؤشر الرئيسي المؤشر الأساسي، المؤشر الرئيسي كان قد سجل ارتفاعات بمقدار 4.7% على أساس سنوي، 5.4% لقراءة المؤشر الأساسي. لو نظرنا إلى أرقام التضخم بالفترة الأخيرة جميعها طبعا قد سجلت تباطؤ، لكن ليس بالتباطؤ الكبير، ليس بالتباطؤ الجيد. لو نظرنا إلى أرقام التضخم الأخيرة فبكل تأكيد عند مقارنة شهر واحد شهر يناير 2023 بشهر يناير 2022 وهي ذروة ارتفاعات التضخم، فرياضيا بكل تأكيد أرقام التضخم كانت قد سجلت تباطؤات فهي شيء طبيعي. أرقام مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي قد أشار إليه جيروم باويل في الاجتماع الأخير بأنه هو المؤشر الذي قد يكون المؤشر الذي يعطي إمكانية رفع أسعار الفائدة وتحديد مسار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأخيرة، نظرا لأنه يستثني المساكن. المساكن كانت قد سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية، والجدير بالذكر هنا أن التقلبات الكبيرة أرقام السلع وأسعار السلع كانت قد سجلت انخفاضات في القراءة الأخيرة، لكن أرقام الخدمات وأسعار الخدمات كانت قد سجلت ارتفاعات، فبالتأكيد هناك تقلبات سعرية أو تقلبات الأرقام للتضخم واضحة جدا. مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي قد يعطي بصريح العبارة أن إمكانية ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة واردة جدا، خاصة مع الضغوط التضخمية من ثقة المستهلك، الإنفاق الاستهلاكي، حتى بجميع الأرقام الاقتصادية من تقرير الوظائف الأجور قد سجلت ارتفاعات، فبالتأكيد الضغوط التضخمية مخيفة بعض الشيء. الأسواق بدأت تأخذ بعين الاعتبار حتى فرضية إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع الشهر القادم، اجتماع شهر مارس. لكن هنا الجدير بالذكر بأن 50 نقطة أساس فتكون ارتفاعات أكبر مما يخطط له الفيدرالي الأمريكي لو نظرنا إلى التيرمينال ريت. فعلى ما أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى إمكانية تقسيط عمليات رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس لثلاث اجتماعات، شهر 3 شهر 5 شهر 6، بالرغم من أن شهر 6 لحتى الآن خارج الحسابات، لكن أرقام التضخم قد تدعو إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة بشكل أكبر مما توقع الأسواق. يعني ربما هذا التسعير الذي شاهدناه أحمد لاستمرار تشديد النقد فعليا استمر بعطاء الزخم من جديد للدولار الأمريكي، وعدنا لنشهد هذه الارتفاعات، ولكن قلل من دخول المستثمر على الذهب فعليا كتوجهاته كملاذ آمن. الآن نتداول مدون مستويات قريب 1810 دولارات للأونصة، استمرار تراجعات للأسبوع الرابع على التوالي. برأيك ما هي المستهدفات التي قد نشهدها على أونصة الذهب في الفترة المقبلة؟ نعم، بكل تأكيد ميول سلبي في الفترة الأخيرة لتداولات الذهب مصحوبة بارتفاعات الدولار الأمريكي 105 لمؤشر الدولار إندكس في الفترة الأخيرة. بكل تأكيد الذهب حساس جدا لأسعار الفائدة، حساس جدا لتحركات الدولار الأمريكي. أسعار الفوائد والنبرة الصقورية بالنسبة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي قد دفعت المعدن الأصفر أو الذهب من تسجيل انخفاضات من مستويات 1960. مستويات 1960 عند ملامستها كنا قد لاحظنا نبرة الفيدرالي الأمريكي قد تغيرت إلى نبرة صقورية في أعضاء المجلس. أعضاء المجلس بجميعهم كانوا قد اتجهوا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر. النبرة الصقورية موجودة في الأسواق، موجودة في مجلس الفيدرالي الأمريكي، وكنا قد لاحظنا أيضا محضر الفيدرالي الأمريكي الأخير هناك بعض أعضاء قد صوتوا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. فبالتأكيد الضغط على الذهب مع بيانات اقتصادية جيدة بالنسبة للدولار الأمريكي قد يدعم انخفاض الذهب، والميول السلبي في الفترة
الفترة القادمة، لما لا أن نرى اختبار 1840 ثم عودة الانخفاضات لتسجيل الانخفاضات نحو مستويات 1787 ثم مستويات 1750 طبعا مع استمرارية التداول أدنى مستويات 1840 والانخفاضات وكسر مستويات 1800 التي تعتبر مستويات نفسية بالنسبة للذهب. أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا.